نحييكم مشاهدي اس بي اي في بدقائق. اسعار البن تقفز، تطور لقاحات كورونا، زوكربيرغ والطموحات المستقبليه، اول دراجه ناريه طائره في العالم. كشفت شركة جيت باك أفييشن الأمريكية عن دراجتها النارية الطائرة الأولى من نوعها لتكون أنموذجا جديدا لوسائل المواصلات ذات التقنية العالية. صممت الشركة الأمريكية دراجة سبايدر الطائرة لتمارس الإقلاع والهبوط عموديا ولتصل سرعتها إلى 300 ميل في الساعة مع حمولة على ارتفاع 5000 متر، وهي مزودة بمحرك ينتج قوة دفع قصوى تصل إلى 2200 رطل ولا تحتاج إلى الشحن قبل الإقلاع. وبينما تستخدم نماذج سبايدر الأولية 4 محركات، فإن الأنموذج النهائي سيضم نحو 8 محركات. وبحسب ديفيد مايمن الرئيس التنفيذي لشركة جيت باك أفييشن الأمريكية، تصل تكلفة سبايدر الأولية إلى 380 ألف دولار، مرجحا أن يرتفع سعرها مع تزايد الطلب عليها. كشف الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ عن أنه يسعى لتحويل منصته من شبكة تواصل اجتماعي إلى بيئة افتراضية واقعية في السنوات الخمس المقبلة. وصف زوكربيرغ تطلعاته بأنها إنترنت مجسد للواقع، حيث يعيش المستخدم التجربة بدل صناعة المحتوى والتفاعل معه فقط، وفقا لموقع بي بي سي. وعند الحديث عن الاعتماد على الهواتف النقالة قال إن هذه ليست الطريقة التي تدفع الناس إلى التفاعل، كما سيتمكن المستخدم من الجلوس كصورة مجسمة على أريكة الشخص الذي يكلمه، أو سيكون الأخير قادرا على الجلوس كصورة مجسمة على أريكته في المستقبل، وسيشعران في الواقع أنهما في المكان عينه حتى لو كانا في أماكن مختلفة. في الوقت الحالي يحصل الناس على لقاحات المضادة لفيروس كورونا عن طريق الحقن، ويعكف باحثون على تطوير جيل جديد من اللقاحات قد تأتي في شكل حبوب أو بخاخات الأنف. ففي مختبر جنوب السويد تمسك العالمة أندرسون ببخاخة أنف بلاستيكية رقيقة ولا يزيد حجمها عن نصف حجم علبة أعواد الثقاب، ويأمل فريقها أن يطلع هذا المنتج بدور كبير في مكافحة فيروس كورونا على الصعيد العالمي في المستقبل، بما يتيح للناس أخذ لقاح في المنزل. سجلت أسعار البن العربية أرقام قياسية، حيث قفزت لأعلى مستوى لها في حوالي 7 سنوات، وارتفعت الأسعار لأكثر من 10% بعد أن قفزت حوالي 20%، إذ تهدد أحوال جوية باردة غير معتادة محاصيل البن في البرازيل، أكبر منتج في العالم بحسب رويترز. وقد أشارت تقديرات أولية لوكالة إمدادات الغذاء التابعة للحكومة البرازيلية إلى أن موجات صقيع أثرت على منطقة تتراوح من 150 ألف إلى 200 ألف هكتار، أو حوالي 11% من إجمالي منطقة محصول البن العربي في البلاد. إلى هنا تنتهي بدقائق، إلى اللقاء.